صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 30 لسنه 2024 باعاده تشكيل مجلس اداره هيئه البحرين للسياحه والمعارض وذلك بناء على عرض وزير السياحه جاء فيه. يعاد تشكيل مجلس اداره هيئه البحرين للسياحه والمعارض برئاسه وزير السياحه وعضويه كل من رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار عضوا الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عضوا الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة عضوا المدير التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال قطاع الرعاية الصحية والتعليم والسياحة بمجلس التنمية الاقتصادية عضوا الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج عضوا رئيس لجنة الضيافة والسياحة بغرفة التجارة وصناعة البحرين عضوا مدير أول للاستثمارات المحلية بشركة ممتلكات البحرين القابضة عضوا، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.